اليوم مش ممكن تقول عن مناسبة من هذا النوع، سود الرافدين مع الأخضر السعودي في البصرة. شكراً أخي ماجد. لا الحقيقة ولا يجب أن نتجاوز أعتقد إطار مباراة في كرة القدم. تاريخ العلاقات السعودية العراقية سواء على المجال الرياضي وعلى المجال السياسي علاقات قديمة جداً، وأيضاً تاريخ الكرة السعودية مع الكرة العراقية في منافسات قديمة تعود إلى أكثر من 40 سنة، وبالتالي أعتقد أن هذه تأتي في إطار هذا الشيء. نتجاوز إطار كرة القدم إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم تحاول أن تستمر في إثبات مكانتها كقائدة وكرائدة للعالم العربي، وبالتالي توحيد الصف العربي سواء في مجال السياسي أو في مجال الرياضي. هذه الزيارة للعراق تأتي ضمن هذا الإطار. قبل كم يوم شاهدنا رؤساء التحرير، واليوم أيضا يسافر وفد رياضي في مجال الرياضة، وبالتالي فأعتقد أن العلاقات بيننا بين السعودية والعراق تتجاوز إطار مباراة في كرة القدم قد تكون نتيجتها طبيعية في ظل المنافسة الموجودة بين الفريقين.